من يوم الثلاثاء اللي فات وكل البلينك في قمة حماسه من بعد انتشار اخبار مؤكدة عن عودة ليسا من بلاك بينك كفنانة منفردة، وبالتحديد اعلنت اكبر قاعدة جماهير في العالم للمغنية الاسبانية روزاليا عن وجود تعاون حلو جدا قادم بيجمع النجمتين. وطبعا الاخبار دي عملت ضجة كبيرة جدا بين كل البلينك، وبناء على المعلومات المنتشرة فرقم 9 اللي شارت ليه الصفحة معناه ان التعاون هيتم اصداره في شهر سبتمبر اللي جاي. كمان اكد الحساب على ان الاغنية دي مش بتضم روزاليا فقط ولكن انها كمان بتضم ليسا التايلاندية. والاخبار دي ما كانتش حاجة جديدة على البلينك، لان ليسا قبل كده اتكلمت عن حلم تعاونها مع تايلا وروزالية في البومها المنفرد القادم، ده غير ان كلنا عارفين ان ليسا مقربة جدا من النجمتين. والغني عن قول ان روزالية فنانة ناجحة جدا واخدت جوائز الجريمي في عام 2019، عشان كده من المؤكد ان التعاون ده هيكسر الدنيا. وعلى الناحية التانية ولحد النهاردة ما زالت فرقة تايلت المبتدئة متهمة بتقليد فرقة نيوجينز، ولكن هل نيوجينز بريئة تماما؟ ده الكلام اللي كان منتشر بين الكوريين خلال الايام اللي فاتت، وخلينا اتكلم معاكم عن الموضوع من البدايه. في يوم الاثنين اللي فات عرب مدير اعمال فرقه نيوجينز عن احباطه الشديد، واتهم فرقه تايلت بسرقه رأسه معينه من احد الاعلانات التجاريه لفرقه نيوجينز، وقال بالتحديد التالي: بجديه قول انها مجرد صدفه هو امر مبالغ فيه، ان كنت تنوي السرقه عليك تغيير بعض الرقصات، انه تقليد واضح وصريح. وطبعا من بعد انتشار الاخبار دي في كل مكان اتفاعل معاها الجمهور الكوري، والبعض كان شايف ان فعلا فرقة تايلت بتقلد نيوجينز جدا، اما البعض التاني كان شايف ان فرقة نيوجينز ملهاش الحق تتكلم، وتحديدا لانهم قلدوا حركة اليد الخاصة بليسا من اغنيتها المنفردة ماني، وان الحركة دي لا هي بترجع لفرقة تايلت ولا فرقة نيوجينز، ولكنها راجعة ليسا من بلاك بينك. خلاصة الكلام، الجمهور الكوري شايف ان من بعد ما فرقة نيوجينز اتهمت فرقة تايلت بسرقة رقصتهم، طلعت في الاساس فرقة نيوجينز سرقة الرقصة دي من اغنية ماني ليسا. اكتب لي في التعليقات انت ايه هو رأيك، وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.